السلام عليكم اخوتي. ودابا غنكملوا القصه ديالنا فيها. خلينا اخوتي العلوان ديالها من الدار من النار. خلينا اخوتي من هربنا لهم السجن ديال طنجه من الحبس ديال طنجه. سمعتوا اخوتي من هربنا لهم اخوتي من الحبس ديال طنجه قلنا لكم وقفوني في الطريق. وقفتني الديوان والجندر واد. قلت لهم الوالده ديالي توفات وانا خدام بناديريه بلاصه طرق. راه دابا الوالده ديالي توفات هضرتنا بالتليفون وانا ماشي نشوف. قال لي عبد المقازر ولي هانيه هانيه دايم الله واديه. تبتوني وتبتهم وكملنا الطريق ديالنا. كملنا الطريق الطونوبير وصلنا لطابولا تيتوان. تيتوان وصلنا لمدينه تيتوان. هاد الحومه هادي مسميه طابولا. تما كتسكن الوالده ديالي وتما كيسكنوا خوتي من يما وواحد الخاوه ديالي سمي رشيد. هاد العائله دا كان ديك الساعه داك باقي بشكل والدنيا تشوكيات كتعدل الدنيا اخوتي. وقف ديك الصباح تما خرجت الوالده شبرات الدوخه. الله وليدي وتبدل واحد البلعد بين دات وهاد اليد هذا عندي مطير. الله وليدي وكيفاش واش طلقوكم واش كدا الناس نيه. الوالدين ديالنا نيه مساكن ديك الوالدين قدامين. كيفاش يا ولدي كيفاش تاجيتي وكدا. قلت لها حقاره طلقونا وكدا تبتها. قالت لي هادي ماشي العلامه الطلاق هادي شي حاجه تما ولدي. قلت لها راه هربت من الحبس. الله يا ولدي كيفاش. قلت لها هربت من الحبس اللي عطى الله والد. بغات مسكينه تخبعني عندها من واحد الكراج تما. اوقفت نوط بدلت عليا عاود عمت عليا واحد اللبسه كدا. قالت لي دخل تاكل كدا. قلت لها ما داخل ما والو وحتى واحد ما يعرفني في العائله باذن انا هنايا انا خرجت انا في الحريه. قالت لي يا وليدي هادي شبروك وهادي. قلت لها انت نعا بعد وحتى ديك خاي. قلت له انت بعد من الطريق هاد رشيد صافي ما تعرفني ما نعرفك انت بعد من الطريق باش المخزن ما يشوفك شي وهادي. اصدقات خاي رشيد ديت له واحد المشجال واحد لاشين ولبست عليا وهزيت ديك لاشين وتوكلت على الله ودخلت لمدينه تطوان. وما تقولش هربان من الحبس اخوتي وبحال جيت من هولندا كتعرف. والناس كتلاقاني وكنتلاقاهم كنجبر بنادم خليته في الزنقه وكيبان لي الحاله ديالو وهو اللي كان بالحبس ماشي انا. علاش يا الله ربي ورضات الوالدين علاش ما عامل والو في هذه القصه. العلوان ديالها من الدار للنار وربي راضي عليا ولو ماشي بمخدرات وشراب وهادي. الحاجه الوحيده اخوتي على بن كنفتش الناس كتفتش على شي حاجه مزيانه وانا كنفتش على المخدرات والخمر. تسعى على المخدرات والخمر وعادي نتلاقى واحد العشيور مشو شي 9 سنين. اهلا محمد لاباس بخير وفاهم كدا هادي بحال تقول كنت معاه البارح. 9 سنين ما تشو الساعة اللي تلاقيته قال لي فاهم. قلت له انا هربان من الحبس. قال لي راه كيف تشو عليك كدا هادي. قلت له صافي ها كيف تشو عليا. بغيت شي قرعة سربيسة بغيت شي كاخة سربيسة شي قرعة البينو. قال لي دابا غنحضرهم. مشى جاب كاخة البيرة سربيسة وجاب واحد القرعه د الويسكي وتسخر الماكله وكذا وقال لي فين عندك. قلت له لا نعود بحالنا المرتين. عودنا المرتين اخوتي عودنا المرتين. شبرنا جهه سيدي عبد السلام وجلسنا في واحد الطبيعه. وكتعرف بنادم هربان من الحبس جاي ضرب 9 سنين ولا 8 سنين هربان من الحبس. كتعرف كيفاش كتجير الحريه دي. دافعت عليها بحياتي وقمرت بها بحياتي باش نوصلها. وقالت في الحريه سيدي عبد السلام ضد البحر كاخد سربيسه منزله قرعه الويسكي. وهذا الشيء شوف الطلب ديالي شنو. هربان من الحبس خصني غنشرب وندروكر علاش ما عنديش الغرض في هذه الحياه بشي حاجه. عندي الغرض غنغيب وبقيت على سربيسه والويسكي والماكله. وديك صاحبي معايا واحد الساعه وصلت المغرب قال لي اخي محمد. قلت له تشو انت دابا غتسخر لي وعادي تمشي بحالك عندهم يشوفوك الناس ويشوفوك شي واحد ويقولوها فلان مع محمد الطبيب. ورد بالك راه الا شبروك معايا غيطبقوا عليك شي حاجه اللي ما عمرها كانت. عاونتيه في الهرب وعاونتيه في كدا وانتينا يعملوا كدا وعملوا لك عدم التبليغ علاش ما بلغتيش عليه مني جبرتيه هربان. المهم غيعملوا معاك شي حاجه ماشي هي هادي. قال لي عندك الحق اخي محمد. ودابا قلت له دابا عاد تجيب لي واحد 12 ديال السيرفيسات واحد نص قرعه واحد بيطاكا عجيبهم لي وهي بحال. سمعتي اخوتي مشى مسكين مرتين تسخر لي
تاخر لي وجاب لي ديك البركه عملتها في الصاك ديك المسجله في يدي، قلت له دابا انت طلع بحالك انا غادي نزيد هنا. عملت شي 10 د الليل اخوتي، مشيت كريت واحد الدار مع عند واحد ليله واحده ب 20000 فرنك، كريت ب 20000 فرنك، قال لي التعريف، قلت له حقا نسيتو في الدار في تطوان. المهم قال لي هاني، قلت له انا راه ولد بلاد وكذا وهادي، بغيتي نعطي السميه الحقيقيه هادي. هاد السيد هذا ولد مرتين، عطاني الدار في مرتين، ريحت في مرتين، ريحت ديك الليله في ديك الدار فرحان، هربا من الحبس وفرحان، ما قدتنيش الفرحه. الناس كطلب شي حاجه في الدنيا كلها، اش كيطلب؟ شي كيطلب الفلوس بزاف، شي كيطلب خصو نعرف الفيلات، شي كيطلب العمارات، وباغي غنشرب، وباغي غنغيب راسي انا، وما خصني والو من هاد الدنيا. اللي بغى العمارات الله يطليه بيهم، اللي بغى شي حاجه الله يطليه بيها، انا باغي غنعيش، صافي باغي غنعيش على الحياه ديالي، وباغي غيبعدوا مني. هي هذيك اخوتي بيت وديك الدار بوحدي، جاب لي مسكين ديك الراجل اللي كنت من عنده عطيتو 20000 فرنك، جاب لي الامور اللي بغيت كامله تسخر لي، وعطيه السميه مزيفه، سميه مقلوبه، ما عطيلوش محمد الطبيب، عطيته واحد السميه د واحد الود صاحبي في تطوان، اجلس قصر تما بوحدي ما معايا حتى واحد. وصلت هذا شي 3 ولا الاربعه، داتني عيني فرحت واحد الفرحه ما عندهاش الثمن. او اخوتي اش غنعاود لكم، منين عست كنحلم اخوتي، كنحلم راسي شبروني هاد الناس، وانا نعس برا وكنحلم راسي في السجن داخل. كيفاش وقع باش شبروني وكذا، هادي جاب الله فعلا تشبرت، وانا اخوتي ما مشبرش. ملي ضربتني فايقه جبرت 12 ونص ولا الواحده النهار، القايله ضربه في ديك الدار في ساكن، فقت بحال هيدا، قلت الله جاب لي الله في الحبس، وفطن جبرت راسي بالحريه. اصلا وجهي اخوتي كتعرف هيدا، عيط على ديك السيد ما جبرتوش. ايوا المهم غسلت وجهي، عملت واحد التربيسه على الرق، عدت واحد الجوان، ايوا بقيت كنتكي وكندوب ديك التربيسه، خرج مع ديك الباب ديك السكنه، عيطني واحد بنادم، قلت له اجي ديك السيد اللي كدا كدا، قال لي دابا هو جا، راه انا عندهم واحد الدار اخرى هو مات. جا ديك السيد قلت له راه باغي شي ماكله شي حاجه بحال هيدا وكدا، قال لي الله يا خي، مشى تسخر لي، عطيتو واحد 100 درهم، مشى تسخر لي داك الشيء اللي بغا، عدل لي داك الشيء، جابوا لي نزلوا لي. افطرت في ديك الوحده د النهار، كليت وشربت مزيان، وبقيت عاود طايح عاود طاق الراق طاق الراق، عاود الخمر الخمر والجوانات الخمر والجوانات. نص نهار عيطت له، وصلت الى 4 د العشيه، قلت له اجي كاين شي واحد كيبيع هنا القرقوبي، قال لي كاين هنايا كاين اللي كيبيعو. قلت له بغيت شي 5 د الريبلومات، هذا الدواء هذا كان موجود في ديك الوقت كيعطوا له الروتيس الريبلوم الروج دو، قال لي ياه كيتباعو هنا كيعملوا 15 دراهم 20 درهم الوحده، هو كيسوى شي 10 دراهم حاقه وهادي، قال لي اخي محمد راه اللي فيها اللي فيها. المهم خديت واحد 100 درهم، قلت له اجيب شي 10، قال لي كيعملوا 15 درهم، قلت له اجيب شي 10 وكذا هادي، وانا نزيدك واحد 2000، خديتو 12000. تا جاب لي بصمطه فيها 10 د الحبات، كضرب اخوتي والشراب والجوانات، مع جاب لي ديك 10 د الحبات، وبحال لا ما عمري ضربت شي نار د الحبس. عملت الحبه الاولى والثانيه والثالثه، وطايح على سربيسه والجوانات، وصلت السبعه د العشيه، قال لي واش عاد بات هنا خاي؟ قلت له حسبها عليا البيات هادي، حسبها عليا انا نخلصك فيها، وغنطلع عند تطوان وغنرجع. قلت له بحق حسبها عليا المحل، انا غنمشي ونجي غنطلع نشوف على العائله ونجي. قال لي واخا، خلي ديك المسجله ديك لاشين تما في ديك المحل، القرقوبي والشراب قال لي ضروري طلع عند تطوان. شحال عملت تطوان ما نعرف، السبعه د العشيه ولا الثمانيه، غنطلع نتسارع. وطلعت اخوتي كتعرف تطوان كيفاش عامله، ويلي ويلي ويلي، تطوان وما جا وراهم، تطوان بحال ورده. الليل والعشاء باقا ما دنت، منين زمني الطاكسي كتعرفو ونص الشارع، ونص الشارع اخوتي اش غنقول لكم، واحد الفرحه اللي ما عندهاش الثمن. وبقيت جالس، ومنين نزلت في تطوان كنتسارع، وعجبني حالي، عجبني حالي مزيان، وبالكاو بالقرقوبي والخمر والجوانات. كندور تلاقوني واحد جوج دراري، محمد كدا هادي، قلت لهم قلت لهم هربان من الحبس، بلا بنادم ما احتاج السعاده، هربان من الحبس. واحد سمع هربان من الحبس قال لي اخي محمد عندك يشكموك عندك هادي، قلت له انا دابا هربان من الحبس. شحال هادي وانت هربان؟ قلت له يومين، يومين وانا هربان. قال لي اخي محمد، قلت له عام تي الخوا ديالي، قلت له باش ما يجبرك شي واحد
راه الا حصلتي معايا ولا واقف ولا شي مشكل راه تقدري ادي وكد النسب. راه اضعف ايمان يقول لك ما بلغتيش عليه عدم التبليغ ولا شي حاجه ولا بقيت كندور اخوتي في تطوان عجبني المنظر مزيان ومقارقه سني عملت اخوتي وحيت الايام الرحيم الايام الصغر ديالي خصني ندخل السليمه دخلت السليمه دابا نيدا ادخلت السليمه دابا نيدا قطعت الورقه ودخلت مشيت مع الناس فهمتي ديك 8 ونص وتفرش واحد الفليه مش غنقول لكم وطي على الجوانات وكذا وكنخرج المناضات بردت على راسي اخوتي وعايش واحد الحياه اللي كنت بحال ما ضربت نهار ديال الحبس واش غنقول لكم اخوتي خاصكم تشاركوا معنا راه قصه باقي فيها ما يتقل خاصكم تشاركوا معنا في هذه القناه هذه وعمل ابوني وعمل جيم واسمحوا لنا اخوتي سمحوا لنا بزاف سمحوا لنا بزاف ونتمنى لكم الخير ونتمنى اي ساعه وعاش الملك.